أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة في برنامج 6 على 6، كل ما يخص البصريات. مجال البصريات عموما الاعتماد الأول والأخير فيه عن الفاشون الجديد، الأذواق الجديدة اللي بتنزل فيها. النظارة بيبقى جزء لا يتجزأ من الموضة ومن الجمال، ودايما الجمال ده كل ما بنرتقي في الشكل العام بتاعه بنزداد في الاهتمام أكتر، وبيشد كمان الرؤية. يعني أنا ما أقدرش لأن أنزل مثلا أشتري شيء بيبقى موجود في أي مكان، اللي بيميز شيء عن شيء آخر بتبقى الشكل الجمالي بتاعه. فصراحة يعني أنا واحد من الناس الجمال دايما بيحصل على الاهتمام. فخدنا الجانب الآخر النهاردة من مجال البصريات، وهو الشكل العام لطريقة العرض في المراكز اللي هي البصرية. فأنا سعيد النهاردة اللي أنا في لقاء النهاردة مع أستاذ كبير لينا في المجال بالنسبة لنا، أخد شق الديكور بالنسبة للمراكز اللي هي البصرية والشكل العام بتاعها والديكوريشن وطريقة عرض النظارات اللي هي الطبية والنظارات الشمسية. فأنا سعيد النهاردة أن أنا معايا أستاذ سعيد فوزي، مدير إدارة شركة الماسة للبصريات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أحمد، أخبار حضرتك؟ نورتنا. الحمد لله، ربنا يخليك. عايز بس نبذة بسيطة كده للسادة المشاهدين عن شركة الماسة والديكورات بالنسبة للمراكز اللي هي البصرية. هو اولا بس احنا شركتنا متخصصه وقائمه على مجال الديكور البصري فقط لا غير. يعني احنا المجال بتاعنا ممكن يكون فيه نشاطات كتير، ولكن احنا منقسمين على تجهيز محلات النظارات فقط لا غير. احنا بقى لنا في المجال البصري مش اقل من 15 سنة، فطبعا في الخبره تفوق لما يكون في تخصص في المجال بيفوق. عشان كده باستمرار في تطور في شغلنا، في تجديد، في تحديث، وده طبعا متطلب من كل المحلات البصريه. المدة الزمنية اللي احنا قضيناها في المجال بتاعنا ده ادتنا الحافز وادتنا الدافع ان احنا كل وقت ما نعمل تطور جديد ونلم بالمجال، خصوصا ان احنا من قلب مجال اساسا. يعني احنا برضو في نطاق المجال البصريات وصحاب معالي البصريات، فلازم تكون ملم بالاثنين، فالخبرة هي تفوق في مجال البصريات. تمام، اتفضل. كانت قايمة شركة الماسة من فترة كده بمبادرة بالنسبة للشركات اللي هي البصرية والمحلات اللي هي البصرية. تمام، بالفعل بالظبط. ايه مردودها دلوقتي على السوق البصري؟ هي بصراحة كانت مبادرة ناجحة جدا، وده اللي شجعني ان انا اعمل مبادرة تانية. المبادرة دي انا عملتها من حوالي سنة ونص تقريبا، كانت قيمتها 8000، وبالمناسبة هي سارية لحد الان برضه، بس برضه ايه كانت قيمتها 8000 تقريبا. تمام. وهي بالمناسبة هي سارية لحد الان برضه، لسه فيها حاليا دلوقتي طلب ليها. على مدار السنة ونص عملنا فيها حوالي 40-45 مركز بصريات، وهي دي ذات قوة دفع ان انا اتكلم اعمل مبادره جديده عشان خاطر متطلبات البصريين. بمعنى ايه؟ في عميل مثلا محتاج ان هو مبادره اقتصاديه، في حاجه متوسطه، في حاجه عاليه. فاحنا لما دي عملناها كانت مبادره اقتصاديه وساعدت ناس كتير وحفزت ناس كتير انها تفتح محلات نظارات، وناس تانية طلبت ان يكون في حاجه متوسطه كاعلى شويه، فبالتالي هي اللي ادتنا الدفعه للايه؟ للمبادرة الجديدة. يعني هي الفكرة فيها بس ان انا حتى في بداية مشواري لو انا بفكر ان انا افتح مشروع جديد او شيء بتساعدني في موضوع الديكور. طبعا، لان طبعا معظم خريج البصريين بيبقى عنده فكر ان الديكورات دي ارقام واشياء باهظه، فطبعا انا ببسط الموضوع اكتر من اللازم. بعمل لك حاجه اقتصاديه تلم المحل كله، وفي نفس الوقت تكون مهيئه كمحل بصريات بماديات بسيطه، وبديك صلاحيه انك تختار ما بين حاجه اقتصاديه او حاجه متوسطه او حاجه عاليه. مش بدي لك الموضوع يكون على حزه واحد او اختيار واحد فقط لا غير، لا، بناسب كل الفئات بمعنى صح. الديكوريشن عموما بيبقى طريقه العرض اللي هي بتاعه النضاره نفسها، يعني في المركز اللي هو البصري بيشمل بقى كل العرض اللي فوق والسبير والمكتب واليونت اللي تحت والريون، يعني يشمل كذا حاجه مش حاجه واحده. يعني طب ايه اللي اختلف يا استاذ سعيد ما بين المبادره اللي هي الاولانيه والمبادره الثانيه؟ المبادره الاولانيه كانت عباره عن مبادره اقتصاديه بدائيه شويه. بمعنى ايه؟ يعني كل وقت وليه ايه ادين زي ما بيقولوا. المبادره الاولانيه كانت عباره عن استاندات اكليريك مضيئه اقتصاديه في السعر جدا جدا جدا، ولكن هي اوريدي كانت تفتح محل بيها، تفتح محل كويس جدا وتشتغل، تاهلك مثلا لمده 2-3 سنين على ما تبتدي تغير ايه الديكور. وده طبعا اي حد اخصائي بصريات بيحتاجه في الاول، ان هو يتاهل عشان يوضب تاني، عشان يعمل فرع تاني، فمحتاج ميزانيه بسيطه في البدايه. بالزبط. اي حد اخصائي بصريات متخرج عاوز كده. المبادره الجديده هي نوع من نوع الايه التجديد والتطوير والتحديث. اللي عمل مثلا مبادره قديمه وحابب يجدد ممكن يجددها هي هي. اللي كان عاوز حاجه متوسطه وما لقاهاش مبادره قديمه هيلاقيها في الجديده. ما اختلف بقى الذوق. انا هشرح دلوقتي المبادره الجديده عباره عن ايه وتفاصيلها ايه بالظبط. تمام. تختلف بقى المبادره ديت بالنسبه للماتيريال نفسه والشكل؟ بالفعل، اكيد طبعا. بمعنى دي الموضوع ده موضوع تاني خالص. تمام. المبادره الاولانيه كانت نظام كلها بلاستيك في بلاستيك.
وشغل مضيء، لكن المبادره الجديده كلها خشب في خشب، فعمر افتراضي اطول، كماتيريال اقوى، كفاشون احدث. ممكن تكون هي مختلفه في السعر شويه عن اللي فاتت، بس طبعا ده عشان خاطر هي قائمه على ماتيريال اجود، على عمر افتراضي اطول، على ديكوريشن افضل، وكمان فيها زياده عن اللي فاتت في الاوبشن. لو عايزين بقى نشرحها ان شاء الله متفضلين نشوف الايه الصور بتاعتها ونشرحها في فيديو برضو هيتعرض لحضرتك دلوقتي بالنسبه ليها. تمام. يعني حابب بس تفصيل اكتر بالنسبه للموضوع اللي هو الخشب او طريقه العرض ديت حضرتك. بس الخشب ده اسمه خشب بي في سي. الخشب ده منتشر في جميع انحاء العالم مش مصر بس، وبيشتغلوا فيه في كل مجالات المعيشه الطبيعيه، كمثال مثلا مطابخ، غرف نوم، غرف نوم، بس هو منطوي على كل المجالات. فاحنا لما اخذنا الماتيريال ده شغلناه نجح جدا 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 معانا. الفرق بين المبادره البي في سي دوت اللامع والمط، الملمس بس والرؤيه، اللي احنا عاملين المبادره دي مط، ده الفرق. لكن كل الالوان متاحه، بتبقى دي نظام رفوف شفاف اكليريك سيكنس 5 مللي، بتبقى فيها اي محل طبيعي، بيبقى فيه بارتيشن يمين بارتيشن شمال، ده الطبيعي، والباب في النص، ومكتب الاستقبال كاونتر في الايه في الوش. فانا بدي لك انك عرض يمين ثلاث استندات ومحتيهم ثلاث وحدات ادراج وفي وسطيهم ريتين، وعلى الشمال كذلك الامر، وفي الوش مكتب بالاثنين الكرسي البوف بتاعه. كميه العرض بتاعتها كميه معقوله جدا، يعني كل استند مثلا بياخد له حوالي 40 نظاره تقريبا، في 6 ب 240 نظاره، تقدر تقسمهم على شمس وعلى طبي وعلى كيدز وعلى ايا كان الايه طريقه العرض. طب السبير بتاع الجرابات، السبير بتاع النظارات، معاك كل يونت تحتيه السبير بتاعه، سبير النظارات وسبير الجرابات، بحيث انك انت في الاخر تديك الشكل الجمالي بتاع الديكوريشن، وفي مساحه اي حاجه، وفي مساحه كمان هتبقى متوفره، حتى لو المحل صغير مش كبير، انت اوريدي معاك مساحتك الفعليه للعميل. تمام. نقدر نتحرك وتقدر تبيع للعميل. ده بالنسبه للعرض نفسه. تمام. بالنسبه للخامه، في بيبقى في بالنسبه طب حصل لنا مشكله في الماتيريال نفسه او حاجه، طريقه التواصل بقى مع الشركه؟ ارقام التليفونات عندنا صيانه متوفره في اي وقت. اي وقت انت بس ممكن ايه نحدد معاك ميعاد، بحيث مثلا يكون عندنا تسليم اوردر في وقت مثلا مش فاضي فيه، في مثلا نديك مثلا مهله اسبوع اسبوعين. دي مرجع الصيانه، بتطلع هما فريق العمل اللي بيركب الشغل هو فريق العمل بيعمل الصيانه، لان هو المؤهل للشغل كله من اول اخره، فعارف تفاصيل الشغل. تمام. الصيانه عامه بتاعتها بتبقى واحد من ألف. بمعنى ايه؟ الماتيريال الخشب ده ما فيهوش اي مشكله خالص بالنسبه للصيانه، غير ان مثلا في درج ميجرا بتاعته باظت تتغير بعد سنتين ثلاثه على الاقل، في مثلا ليد كهرباء، وطبعا كل الشغل بتاعنا الليدات مش نيون، شكل بيعتبر اقل كلام فاضي، بس حاجات بسيطه جدا، اللي هي حتى ممكن كمان لو انت مقداني ممكن تعتمد ان انت تعملها بنفسك، مش شرط ترجع لي. يعني حاجات انا بديك برضو صلاحيه انك انت ممكن ايه لما تاخد الديكوريشن، مش شرط سعيد فوزي هو اللي ايه يصين لك الموضوع، ما تغلبش بمعنى صح. تمام. اللي هو انت ممكن تعملها بنفسك بايدك. طبعا معظم الفنيين البصريات هم اوريدي فنيين، فليهم في المجال ان هو يمسك شنيور، يمسك مفك، يمسك بنسة، الحاجات ديت حاجات حرفيه شويه، فاخصائي بصريات ليه في الفنيات دي شويه، فبالتالي هو مش هيغلب في الايه في الصيانه، وانا اوريدي كده كده متكفل. الفنيات ديت ما بتخصش البصريات بس، عموما احنا طبيعي في الناس كلها، بالفعل الناس كلها ممكن تصلح حاجتها في البيت، تبقى سهله جدا. في نقطة برضه مهمة عايز أخد رأي حضرتك فيها. اتفضل. في ناس بتختار المكان. تمام. وبعد ما اختار المكان قام بالديكور بتاعه، قام بكل التوضيبات اللي هي موجودة فيه، وبعد كده بيدور على الديكوريشن بتاع المحل. كويس قوي، النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، وأنا كنت دايما بوضحها لكل حد. فدلوقتي الأفضل من أي حد إن هو يجي ياخد محل إدارات، أول حاجة بعد ما يكتب العقد بتاعها لازم يلجأ لإيه؟ لشركة الديكور الأول. تمام. ليه؟ احنا الديكور بتاعنا بيعتمد على تاسيس المكان. بمعنى ايه؟ انت لو هتاسس مثلا سي محل بصريات، بيع وتركيب حاجه وبيع حاجه ثانيه. بمعنى ايه؟ بيع وتركيب ده بيكون في معمل، المعمل ده ليه تاسيسات معينه، كمثال سباكه، ككهرباء، كالحاجات دي كلها. بيع بس بيكون له تاسيسات ثانيه خالص، اللي هي البيع محل محتاج ايه؟ تقسيمه المحل عامه، يعني الجزء بتاع المعمل يتحط فيه الاجهزه اللي هي البصريه، التركيب، الحاجات ديت، والجزء الثاني اللي هو العرض. تمام. طيب المعظم بيعمل محل بيع بس، النسبة الأكبر يعني بيعمل محل بس، فبالتالي هو ممكن تتوه عنه موضوع الإيه؟ مخارج الكهرباء بتاعت توزيعة الاستندات، فبالتالي يجي يركب الاستندات أو يشتغل يلاقي أسلاك زيادة خارجة، هو خلاص أوريدي وضب وفنش، ودي نقطة طبعًا بتبقى في الشكل العام في مش حلوة. تمام. فأنا بديله إيه الصلاحية إن هو يتكلم الأول، يسألني، حتى ممكن الشرط يجي، ممكن يسألني في التليفون الأول أعمل إيه؟
وانا بفيده، لان دي هتفيدني انا كمان في شغلي، لان هي هتقرب عليا مسافات ان انا ما اجيش اعمل استاندات ما اروحش اخد خط سلك او خط كهرباء من حته بعيده، لا يبقى اوريدي ورا الايه الاستاند وكله متداري في الحيطه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الملحوظه الاكبر بقى، ودي اللي بتقابلني وبتصادفني كتير جدا، ان اللي بيجي يعمل ديكور فاكر ان احنا الحاجات جاهزه، ما عندوش قناعه ان الحاجه دي ممكن تاخد وقت كبير، فبيوضب براحته الاول وبعد كده يفكر في الديكور الاخر. لا، العكس الصحيح. انت حضرتك قبل ما توضب نعمل الديكور، اختار الديكور بحيث يتناسب شكل الديكور مع المحل اولا، ثانيا انت ما تاخدش وقت اكتر من اللازم. بمعنى ايه؟ انت ممكن وانت بتوضب المحل بتاعك يكون احنا بننفذ الايه الديكوريشن، فما تحضرش المحل. لو انت واخد محل ايجار ما تاخدش هو اكتر من لازم ايه من حقه عشان ما تصرفش ايجار كتير، فبالتالي تلاقيه في الاخر يكون انت شطبت شغلك وانا شطبت الايه المبادره بتاعتي او الديكور بتاعي، يركبوا في توقيت واحد، فانا بوفر عليك. فانت خلي عندك يقين انك انت لما تيجي تاخد محل اعمل حساب توقيت تنفيذ الاستاندات، ده مهم جدا جدا جدا. مفيش محل بيتعمل الا لازم تصنع بالوان بمقاسات بتفاصيل خاصه لكل عميل باسمه باللوجو كل حاجه، فانت لازم تعمل حساب النقطه دي مهمه جدا 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 مع كل صاحب محل. طيب حضرتك خليني ارجع معاك للمبادره تاني. تمام. ليها اشكال معينه انا بختار منها محدده والوان محدده ولا الموضوع بيبقى الشكل محدد لكن الالوان براحتك؟ بس هو طبعا في الغالب الابيض بيبقى اساسي. ليه؟ اي نظاره سواء شمس او نظر بتحتاج الخلفيه تكون فاتحه ليها عشان تبين الكالر بتاعها. تمام. بالذات الشمس، لو انت عندك نظاره فوتو براون فوتو جراي ايا كان لون العدسه بتاعتها، فمحتاج خلفيه فاتحه وراها عشان خاطر تنور الايه المكان وتخلي اللون بتاع العدسه نفسها يظهر كويس على طبيعته. لكن لو عملت لون غامق بقت النظاره هي اوريدي، حتى لو بني هتبقى سودة، حتى لو بلو هتبقى سودة، اي لون ليها هتبقى سودة. فالابيض ده اساسي، بيدي مساحه كمان، والابيض كمان بيدي توسيع للمكان وفي نفس الوقت مريح للعميل. هو العميل اللي لابس نظاره اوريدي هو مريض، فمش محتاج حاجه تيجي تجهد عينه تدي اجهاد لعينه، فمحتاج حاجه تريح عينه. فالابيض اوريدي هو كمان مريح للايه للعميل وبيدي توسيع للمكان. التطعيم اللون الثاني اللي هو مثلا زي الاصفر اللي في الصوره ده، ده ممكن اي لون تختاره لانه متاح كل الالوان، وفي الوان جديده نازله في الكارتلات معانا في الشركه بالقلم المنفذ، بنختار اللون وبعد كده بنطبق عليه الالوان دي ثوابت. تمام. الماتيريال ده ما هواش بيتعمل فيه درجات الوان يعني اصفر فاتح اصفر غامق، لا هو ستاندر، لان دي كارتله موجوده بتختار منها اللون اللي انت عايزه، هو اوريدي موجود في المصنع بنفس اللون، لان دي خامات دي جاهزه ما هياش دهانات، عشان برضه ايه في لبس في الموضوع ممكن يفهم ان ده دهانات ويقول لك غمق لي اللون او فتح لي اللون، لا الخامات دي ستاندر، يعني الاصفر هو اصفر، الاحمر هو احمر، خشابي هو خشابي بدرجاته وهكذا. فبالتالي انت اللون في ايديك متاح انك تعمل اللي انت عايزه، والبديل الابيض ممكن يبقى اوف وايت او جري فاتح، المهم ان هو يكون في الاخر خلفيه فاتحه للنضاره عشان خاطر تظهر النضاره سواء ميتال فريم طبي ميتال او فريم شمس. تمام. بس هو عموما يعني الاختيارات كلها موجوده. اه طبعا. والاشكال، طب بالنسبه بقى للاشكال نفسها اشكال العرض بتختلف؟ اشكال العرض لا ثابته شويه، لان انا بعمل مبادره انا بحدد الشكل ده عشان خاطر بحدد له قيمه بتكون متناسبه معاه. لو ممكن لو شكل تاني بنخش في ايه في تكاليف اقل او ازيد، فانا بحدد الشكل ده على قيمه ايه الماديات، زي المبادره اللي فاتت كده لما حددت الشكل حددته على القيمه، فعشان كده نجحت. هي كانت مبادره بسيطه ولكن هي نجحت عشان خاطر كانت بتاخد كام عدد نظارات كويس والشكل بتاعها كان مقبول. تمام. في الشكل الجمالي كان مقبول زي ما قلت لحضرتك، هي دي كمان اللي ادت الدفعه ان انا اعمل مبادره جديده من طلبات الايه العملاء. طيب حضرتك تنصح ايه بقى بالشباب اللي هو لسه هيبتدي يفكر، راجل اتخرج بيفكر دلوقتي في فكره البصريه، بختار المكان وهبتدي ان انا احط ميزانيه ليا عشان خاطر اعمل مشروع ليا. هو طبعا في نقطه مهمه جدا لازم احط تحتها خط، عشان الفتره اللي فاتت لقينا في مشاكل كتير ظهرت، محلات بتفتح وبتصفي، ودي كانت نقطه مهمه جدا جدا في المجال. ظاهره كتير، ظاهره يعني بتعتمد على كذا حاجه. اول حاجه وهي اهم حاجه الخبره. انا طبعا مش خريج بصريات، ولكن انا بحكم شغلي فشفت كتير فعارف. الخبره مهمه جدا 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 في المجال. ليه؟ عشان تكون واقف على ارض صلبه لازم تكون واخد خبره مش اقل من سنتين ثلاثه في محل يكون ليه وضعه وليه خبرته في المجال عشان تستفاد كويس منه، مش اشتغل في اي محل نظارات وخلاص، لا محل يكون هو اساسا اوريدي في المجال وفي اعماق المجال كمان، عشان لما اجي اشتغل ابقى انا واقف على ارض صلبه حتى اسمع عملت اللي عليا. تمام. الحاجه الثانيه اختيار الموقع، اختيار موقع مهم. في ناس ممكن تيجي تفتح محل يقول لك افتح محل في اي حته وخلاص، ما ينفعش. انت المجال بتاعنا مجال بصري طبي بيعتمد على ايه؟ مرتبط بدكتور العيون، مرتبط بالمراكز الطبيه بتاعه الرمد. فبالتالي انا لما اجي اختار مكان رقم واحد ادور على مكان يكون قريب من ايه؟ مراكز رمد او دكتور عيون.
مش شرط يكون لازق فيه، ممكن يكون قريب منه، لان هو نسبه تناسب 80% طبي و20% الشمس، والشمس دي نظاره ترفيهيه مكمله للمجال، لكن الطبي هو الاساس. فما تيجي تختار من هل النظارات لازم تختار المجال ده قريب من مركز طبي في رمض او دكتور عيون، ده رقم واحد. رقم اثنين، الاغلب دلوقتي زي ما قلت لحضرتك متخرج محتاج ان هو ايه يفتح محل، محتاج تكاليف بسيطه، مش لازم تروح تاخد محل نظارات بايجار عالي جدا انك انت ما تقدرش تقاوم بعد شهرين ثلاثه فتقفل المحل، ودي عوامل برضو مؤثره في الفتره اللي فاتت شفناها كتير، فبيخسر كتير. الحاجه الرابعه انك انت لما تيجي تختار المكان، بعد ما تختار المكان في اللي زي ما قلت حاجه من شويه اسس موضوع انك انت لما تيجي تنظف مكان لازم تلجا لايه؟ لصاحب الشان او بمعنى صح الخبره. اعمل ايه في المكان؟ اوضب ازاي؟ انت راجل خريج بصريات فلسه توضيب المكان ده شغل ايه؟ في سنه معمار شويه او سنه تفاصيل حرفيه شويه. فاحنا الكلام ده كله ورد علينا كتير، فخلاص عرفنا اسس المكان ايه. فتلجا اقول لك انصحك تعمل ايه هنا وتاسس ايه هنا عشان خاطر لما نيجي نعمل الديكور بتاعنا يكون متناسب مع كل حاجه، ما ترجعش تكسر ولا تعمل حاجه ثانيه بعد كده تشوه من شكل المحل. معظم الناس السعيد في المبادره استفادوا من الموضوع ده. المبادره اللي فاتت القديمه والجديده؟ القديمه. هو القديمه للاسف انا ما كنتش ايه اديت النصيحه ديت، لان كان ساعتها كان الموضوع منطوي على قيمه المبادره وان انا ايه اسوقها وان ازاي نستفاد بيها الناس. لكن دي لما شفت بقى العواقب اللي فاتت فحبيت ان ايه انصح بيها في المره دي. تمام. المبادرة الجديدة ديت انا عملتها لواحد فقط لا غير. تمام. طبيعي جدا لما باجي اعمل حاجة لازم اعملها وانفذها عشان اشوف مردودها الاول مع العميل ومع التعامل الشخصي بيني وبينها. بمعنى ايه؟ انا اشوف هي في الاخر تناسبت كتكلفة، كتناسبت كشكل عام مع المجال، كتناسبت مع العميل نفسه ولا لا؟ ان هو يقدر يكمل النظارات بتاعه بشكل جمالي كويس ولا لا؟ استفاد منها كويس ولا لا؟ ان هو قاعد في محله مكتمل ولا ناقص حاجة؟ تمام. فدي اللي خلتني ان انا لما جيت عملت اللي فاتت ممكن يكون فيها جزء بسيط ناقص، فكملته في الجديده مع مراعاه الايه؟ الفاشن الجديد. طيب خلينا نستقبل مكالمه تليفونيه كده. استاذ محمد مصطفى. الو. الو مساء الخير. استاذ محمد مساء النور. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. اخصائي بصريات حضرتك؟ انا اخصائي بصريات من 2002. اهلا وسهلا. حضرتك شاركت في المبادره مع استاذ سعيد؟ اه بالظبط كده، كنت ما فتحت محل فرحت للاستاذ سعيد ان هو كان قال لي على فكره المبادره ان انا اقدر اعمل ديكور المحل باقل تكلفه ممكنه. تمام. الوقت نفسه كان شكل المحل يعني الديكور كان تصميمه جديد حديث، مش حاجه شكلها قديم، لا بالعكس شكله جديد وتكلفه برده معقوله، يعني اللي هو بالنسبه كبدايه مش محتاج ان انا اعمل تكلفه معقوله لمحل لسه هبتدي فيه. الو معاك يا استاذ محمد، سامع حضرتك. تمام. ساعدت حضرتك اقتصاديا اللي احنا قلنا عليه، اختيار بقى الموديلات في الشركه نفسها بالنسبه للحجم. تمام. حجم المحل نفسه او حجم المركز نفسه في اختيار الماتيريال بتاعه. تمام. مع استاذ سعيد اتوفر لحضرتك اشكال كتير يعني، ده اللي انا اقصده. هي زي ما قلت لحضرتك هي منطويه على شكل معين بس الالوان مختلفه. هو الفكره هو كان طبعا يعني في الستاندات او في العرض بيبقى فيه فكره الصوابع ان انا اقدر اعرض النظره على صوابع او بيبقى على ارفف. تمام. انا كنت حابب طبعا شكل الارفف ان هي بالنسبه لي تعتبر احدث وما بتساعدش انها تبهدل النظارات، بالعكس تبقى النظاره محطوطه ومعروضه بشكل كويس وما تجرحش النظارات او ما بتعملهاش مشكله، غير النظارات تبقى شكلها اوضح. تمام. والحجم او المساحه دي بتتباع طبعا ما ترجع لمساحه المحل. بالنسبه لمساحه المحل عندي صغيره شويه، فالستاندات ساعدتني ان انا احط كذا ستاند وفلات نفسه اعرض موديلات كتير. بالتوفيق دايما يا استاذ محمد، وكان يهمنا حضرتك تشارك معانا النهارده عشان خاطر نستفاد برضو من تجربتك. شكرا جدا ليكوا وبالتوفيق ليكوا للاستاذ سعيد. شاكرين ليك يا استاذ محمد. برضه في توضيح كنت عايز اوضحه ونسيت عليه. موضوع الارفف دي بغض النظر عن الصوابع، الارفف دي فيها ميزه كويسه جدا. انت لما تيجي تحط نظاره الشمس اوريدي النظاره فيها حركات لعب براند من هنا فيها شغل، فلما تحط نظاره على الرف نفسها بتبان من كل الاتجاهات. تمام. للعميل غير النظاره غير الصوابع، الصوابع بقى نص الشامبر الفريم بره ورا، نص الدراع ورا والنص الثاني قدام. تمام. فبالتالي برضه انا لو ادالك ايه القديمه
ادتنا الايه الدافع للجديد ان احنا نطور. الحاجه الثانيه وهي برضو نقطه مهمه جدا، معظم الشغل اللي اتحط على الاستندات النظارات بيبقى شغل عالي في تكاليف، فبالتالي اللي بيحط النظاره بيبقى خايف انها تتجرح تتبهدل. بالظبط. فالصوابع كان في برضو جزء منها ان هي بايه تجرح النظاره. محمد قال حتى طريقه العرض دلوقتي ان احنا لما نحط النظاره نفسها تمام سهل في التنظيف بتاعها، سهل في طريقه العرض بتاعها جدا طبعا، لان برضو في يعني مش هي مش فكره نظاره طبيه بس، النظاره الطبيه والنظارة الشمس برضو تعتبر نظارة برضو طبية، يعني الاثنين برضو المحافظة عليهم والشكل الجمالي طبعًا بتاعهم طبعًا، وان هي ما تتجرحش والكلام ده كله، دي بتبقى حاجة مهمة جدا طبعا. طيب انت حضرتك شايف الفترة اللي جاية سوق العمل اللي هو البصري، يعني انا شاكل لحضرتك على المبادرات اللي حضرتك بتعملها للشباب دي جدا، وهتبقى حاجة برضو هتفرق معانا كتير اللي انا اقدم على فكرة مشروع، لان في ناس كتير بتحاول ليها تبتدي في حاجة زي كده تمام، بس بيجي مثلا يفكر في التكلفه يفكر في الكلام ده كله يقول لا مش هو ده العامل الاساسي بتاع اي مجال اي مجال مش يعني بس عامل اساسي دايما يفكر في التكلفه الاول ثم يفكر في الايه في النشاط بتاعه تمام. خليني برضو ارجع لك للمبادره تاني تمام عشان اسال حضرتك. المبادره اللي هي 8000 مع الاشكال اللي احنا قلنا عليها ومع الماتيريال بناخد وقت قد ايه؟ المبادره 8000 دي القديمه، دي اللي هي القديمه القديمه خلاص. المبادره الجديده ديت ما اتكلمناش في قيمتها، هي المبادره دي 18000 جنيه قيمتها 18000 جنيه. التوقيت بتاعها بتاع التنفيذ بياخد من 10 ايام لاسبوعين، حد اقصى اسبوعين وحد ادنى 10 ايام، لان دي فيها شغل اكتر من اللي فاتت فبتحتاج وقت شويه. وزي ما وضحت لحضرتك اللي هي ايه بتيجي انا بصمم المكان لتصميم على المحل بتاعك باللون اللي تختاره تمام. المقاسات بتاعتها استاندر، يعني ايه ستاندر؟ هو اوريدي معتمد على المبادره ان هي سي مثلا جنب يمين 3 متر وجنب شمال 3 متر مع المكتب بتاع الاستقبال مع البوف بتاعها واللوجو بتاع المحل اضافه للايه للمكان ده بالنسبه للستاندر العرض بتاعها. الرفوف برضو ثابته ولا؟ الرفوف ثابته برضو لان حجم العرض بتاعها بتاع اي محل متناسب في البدايه تمام. ان يعني معظم المحلات مثلا بتبدا مثلا سي مثلا ب 400 نضاره 300 نضاره بتنقسم على الطبي والشمس والكيدز وبتنقسم بيقسمها زي ما هو عايز. اكتر من كده طبعا بيبقى في سبير الادراج زي ما قلت لحضرتك، الدرج الواحد بيشيل 16 نضاره واليونت الواحد فيه 3 ادراج، يعني بتتكلم مثلا في 3 في 10 3 6 18 2 48 نضاره 48 نضاره نقول 50 في 6 ادي 300 نضاره سبير مع 250 فوق يعني 550 نضاره. بس هو ايه يجيبهم ويملاهم ويشتغل ايه كبدايه الاول. كنا دايما بنفكر في المجال بتاعنا بنقول طب احنا ايه المشكله وخلينا كل الديكورات او كل الديكوريشن نفسه المحلات حاجه واحده؟ لا صعبه، لان في براندات كل واحد بيميز نفسه بديكور معين وبيمشي عليه كسلسله. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا شاب متخرج من المعهد بصريات، انا عايز اعمل حاجه على ذوقي انا تمام. مش مرتبط ان انا ابقى زي ده زي ده زي ده. الحاجه الثانيه، انا بتوه العميل. يعني ايه بتوه العميل؟ لو في محل نظارات مثلا سي في الشارع ده ومحل بعديه في الشارع الثاني الاثنين شكل واحد، العميل هيتوه اللي من ده زي ده بالظبط، طب ازاي هعرف اميزهم غير الاسم والتفصيل غير الشخص؟ لازم يكون في تمييز بين كل محل محل. انا ببذل مجهود رهيب جدا جدا مش في الشغل، في الفكر. الفكر ده اصعب حاجه بالنسبه لي، ان انا ابتكر شغل جديد، ان انا ابتكر شغل فيه تطور فيه تمييز. كل عميل بيجي لي يعني عايز محل نظارات بغض النظر عن المبادره يقول لي انا عايز حاجه مختلفه، انا عايز اكون غير كل الناس، انا عايز اكون اول مره اتعمل في مصر تمام. فطبعا الحلم كله عايز يحققه في محل النظارات. فطبعا انا ما بوصلش ل 100% من فكره، ولكن بحاول بقدر الامكان اوصل ل 70% من 80% من فكره اللي هو خياله. وبرضه هو ساعات احيانا بيساعدني بيساعدني مثلا اضافه لون معين، اضافه توزيع معينه تمام. لكن العامل الاكبر في الفكر عندنا طبعا، وده بيدي ببذل فيه مجهود كبير جدا جدا جدا. الناس فاكره ان موضوع الديكور ده حاجه سلسه وبسيطه، لا بالعكس. انا كان يهمني اسالك السؤال ده عشان بس اوضح ان الاختلاف بيؤدي الابداع طبعا. انت حضرتك ما ينفعش تحط النظارات كلها شبه بعضها في محل، لازم تجيب كل موديل لكل واحد عشان كل واحد ليه ذوق تمام. فبالتالي كل فن بصريات هو ليه ذوق بالظبط. رساله اخيره بس حضرتك للجمهور كده وكل قطاع البصريات، لو في اي حاجه حضرتك حابب تقولها. والله المهنه بتاعتنا دي مهنه جميله جدا جدا جدا، بس هي محتاجه ايه شويه اهتمام اكتر من اللازم في تطورها اكتر. انا من ناحيتي بساعد في اختصاص مجالي بان انا اطور الديكوريشن، اطور شغلي، اهل الشباب اللي هم محتاجين يفتحوا محل نظارات بابسط الامور، وفي نفس الوقت اشيك الموضه واقل التكاليف. فبرضه يعني العامل الثاني لاصدقائنا ان هم يحاولوا يساعدوا الشباب دي من اي جهه ثانيه برضه،
يعني لو حبينا نعمل مثلا مبادرات تانية أخرى في حاجات تانية زي الأجهزة البصرية، زي النظارات، زي كله هيساعد بعضه عشان في الآخر نقدم خدمة. مش هتلاقي شاب متغرب بره مصر، احنا عندنا نسبة البصريين اللي متغربين بره مصر أكتر من الموجودين. تمام، لو حطيت كفة دفة هتلاقي بره أكتر من الموجودين هنا. أنا شاكر لحضرتك جدا. الله يخليك يا أستاذ أحمد، والمبادرة اللي حضرتك عملتها ديت حاجة هايلة. ربنا يخليك. ونصحت حضرتك لباقي الشركات برضو اللي هي تقوم بمبادرات ديت لمساعدة الشباب، دي حاجة جميلة طبعاً. جدا من حضرتك. طبعا احنا بنكمل بعضنا كلنا دايرة واحدة بإذن الله. سعيد بحضرتك يا أستاذ سعيد. الله يخليك يا أستاذ أحمد، وبشكر حضرتك جدا على الفقرة وإن حضرتك شرفتنا. شكرا جدا. وقبلت الدعوة لينا احنا هنا. متشكر جدا ليك. شكرا جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لحضرتك الفقرة التانية، وفاصل ونرجع تاني.